السلام عليكم. دلوقتي لو انا عندي حوايط معموله فيها في الريتنج، فانا عايز اديها زي هاتش معين. طيب، اول حاجه هكون حريص عليها ان انا هاجي هنا من قائمه مانيج واروح على اديشن سيتنج واروح رايح على الفايل باترن وابدا اقول له انا عايز اعمل باترن جديد واقول له كاستم واحمل الباترن اللي عندي اللي هو امتداد بي اي تي، وده حتى موجود في الاوتوكاد. تمام، زي ما انا عملت كده اهو 1 اور 2 اور 3 اور بقى عندي الثلاثه دول. طيب هاجي ارسم بقى الوول اهوت، واكون حريص ان هنا يبقى كوارس ما يبقاش فاين. طيب لو هو اللوح كلها فاين، ممكن تيجي هنا على في في وتنزل على الوول وتقول له الوول ديت الديتيل ليفل بتاعتها انا عايزها كورس. ابلاي اوكي. طيب انا عايز ادي لدي اللون، فاقول له ادي التايب وهتدخل هنا كورس سكيل، هتيجي هنا وتقول له ان دي مثلا ال 1 اور او 2 اور او 3 اور. طيب وتبدا بقى تدي له اللون اللي انت عايزه، وليكن مثلا اللون الازرق بالشكل دوت. ابلاي اوكي، هناخد ده كده كوبي. ممكن بقى نغير النوع بتاعه، النوع الجديد بقى هقول له ايه طيب، واقول له خلي دوت اللي هو التو اور وخلي لونه احمر مثلا. اوكي ابلاي اوكي بالشكل دوت. فكده اي حيطه هتبقى بالتايب دوت هتاخد اللون ده. في طريقه تانية وهي اقوى، الفي في، وبنقول له فلتر واقول له اد وابدا اضيف الفلترات بتاعت الفاير. هنعمل واحدة للدور واحدة للفاير ريتد. كل الفكرة ان ايه، بقول له انا عايز اعمل واحد جديد، واقول له الجديد دوت هسميه مثلا هيبقى هو خاص بالوول ويعتمد على خاصية معينة. الوول ديت ايه الخاصية اللي ممكن ان احنا نستغلها؟ عندي الفاير ريتنج والفاير ريتنج اورز. تمام، وساعات بنعمل يعني تقدر تضيف برامتر تاني غير دول مثلا. هتساوي تبدأ تشوف بقى ايه الحاجة الاختيارات الموجودة. فالريتنج برضه شو ممكن نكتب احنا مثلا هنا 1 أو 30 ثانية او وبعد كده ندخلها في قلب المعلومات اللي احنا محتاجينها، فتقدر انت تتحكم فيها. مثلا فالريتنج قول مثلا نخليها 30، يعني لو واخد 30 هتاخد هاتش معين ولون معين. طيب هقول له بقى الفلتر 1 اللي انا اخترته اهوت. طبعا الحته دي هنشتغل عليها قط، واقول له هنا ان دي هتاخد اللي هي ال 1 اور ودي او 1 اور ماشي، وهديها مثلا لون ازرق. تمام، طيب هاجي دول بقى فيهم هنا واقول له ايه انا عايز الغي نو باترن. اوكي اوكي حس ان اللون اللي هي واخداه مبقاش ليه علاقه بيه الهاتش دوت، لان احنا بنقول نشوف طريقه تانية فلازم نوع. طيب الفار ريتنج اهو ممكن بقى تخليه 30. ابلاي بالشكل دوت. ده لو دخلت هنا وخليته فار ريتنج خليته 30 هيبقى بالشكل دوت. تمام، فنقدر ان احنا نخلي من خلال الفلتر ده يبقى في عند اكتر من فلتر، وواحده ل 30 واحده ل 60 واحده ل 90 وهكذا، وكل واحده فيهم يبقى ليها الهاتش بتاعها واللون بتاعها. وممكن هنا نيجي من لاين برضو نشوف الخطوط، مثلا ممكن نخليها بالشكل دوت. طبعا في طرق تانية برضو لموضوع الفاير ريتنج دوت، هنشوفها إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية.